ماشي في سيارة دابلي نلبس البدلة من سيلين واخر محمول الجالاكسي والريحة مالكم مع سنانية الزيدي الناس ديال الجالية المواعيد ديالنا ان شاء الله 12 نوفمبر المانيا فرانكفورت مع ام ان ار ان شاء الله غتكون سهرة متميزة ومتنوعة انا وحنا نقدر نتلاقى بكم ان شاء الله في واحد النهار كيما غنساوش كثير بحال بيضة قبل آخر يبدا الجمهور ديالنا داخل وخارج أرض الوطن وكنضربوا موعد مع الناس ديال ألمانيا إن شاء الله السهرة اللي غتكون نهار 12 نوفمبر فرانكفورت كنتمنى الحضور يكون كثير باش تشرفونا وهذا الحفل هذا راه منظم من طرف جمعية الأمانة اللي كنتمناو ليها التوفيق إن شاء الله السلام عليكم كم معكم رشيد أنس أخصدوا من عرب كني وتحضر زيوم الجالية إمازي غنمارة صحة فرانكفورت أتقدم مدام زواد شكاك نيوز وطس لبدا حضامة كينا ولكن أمارة ذي نجن السهرة الجمعية الخيرية إن شاء الله السهرة نهار 11 لشهر نهار 12 لشهر 11 12 نوفمبر مرحبا بكم في فرانكفورت السهرة 100% جمعية خيرية كيوم أمتهم رشيد أنس عبيدة الرماء ولمية الزايدي والفنانين الأخرين كي نغطس الفنانين الإيمانية نغطس الثقافات جميع الثقافات شكرا طحب الزيوس وطس مرات وسين أغياء شبر حر مارال شكرا لك نور قدوم السلام عليكم ميرسي بوك